عن أهمية هذا. معنا على الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية لك دكتور هشام، كيف تابعت تقرير وكالة فيتش وتصنيفها للاقتصاد المصري؟ بالنسبة لي كان أمر متعب، لأنه الحقيقة حينما تتجه مؤسسات التقييم لمواجهة ما حدث في مصر خلال الشهرين الماضيين، بداية من إعلان الحكومة المصرية عن المشروع الأخر، مشروع رأس الحكمة، بما تضمنه من تدفق نقدي مباشر من النقد الأجنبي كبير للغاية، نتكلم تقريبا على ما يتجاوز 14 دولار، بالإضافة إلى تنزيل الجزء من الدين لمصر الخارجي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة مهمة في إطار شراكة مصر في هذا المشروع الضخم 35% سوف تأتي مع مدخل أخطة تنزيل هذا المشروع. بالتأكيد ده فتح الباب أمام الحكومة المصرية علشان تعجل في الاتفاق مع صندوق النقد، فتح أيضا شهية صندوق النقد علشان يقضي الاتفاق مع مصر، فتح شهية مؤسسات الاستثمار الدولية علشان تعيد النظر مرة أخرى في الاقتصاد المصري وداخل الاستثمار في مصر، في ظل أنه حركة تضخم فلوس المال على مستوى الدولي على رغم تحديات خطيرة خلال العوامل الماضية، إلا أنه لما يكون في توجه مالي 35 مليار دولار ثم استثمارات أخرى قد تصل ل 150 مليار دولار، بالتأكيد ده رقم ضخم، مشروع استثماري كبير للغاية أعاد الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي كان أمر منطقي أنه مؤسسة فيتش تعيد تقييم الاقتصاد المصري في سوء تغير النظرة المستقبلية وأيضا تميل لربع. دكتور، ما أهمية امتلاك الاقتصاد المصري لقدرة يمكن أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط طبعا التحديات العالمية والإقليمية اللي احنا موجودين فيها؟ هو بالتأكيد قدرة مصر للوصول لأسواق التمويل على مستوى الدولي أصبحت تأثيرها للغاية، وتكلفة التمويل أصبحت منخفضة، قبيل إبرام مصر اتفق مع صندوق وقبيل الإعلان عن مشروع كان تكلفة الحصول على مصر لينا دكتور هشام، هل ما زلت معنا؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور هشام، ولكن يعني الصورة وصلت. بشكرك دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.